السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في تصحيح من رقم 4 من الامتحان الموحد المحلي في مادة الرياضيات رقم 1. إذا التمرين رقم 4 نعتبر الشكل الآتي، حيث O مركز الدائرة و AMB تساوي 64 درجة. احسب قياس كل من الزوايا. إذا نحسب، نبدأ قياس زاوية AMB. إذا حسب المعطيات فهما عطيني قياس الزاوية AMB، وطلبوا مني نحسب قياس الزاوية ANB. إذا الزاوية AMB والزاوية ANB زاويتان تحصران نفس القوس اللي هو القوس AB، وبالتالي حسب العلاقات اللي قرينا والخاصيات هما زاويتان متقايستان. إذا شنو غادي نقوله؟ AM B و AN B تحصران نفس القوس AB على الدائرة التي مركزها O. إذن AM B تساوي AM B تساوي 64 درجة. الزاوية الثانية هي الزاوية AOB. إذا حسب الشكل الهندسي فAOB هي واحد الزاوية مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية AMB. إذا ملي كتكون عندنا زاوية مركزية وزاوية محيطية مرتبطة بها، فالزاوية المحيطية كتساوي لنا الزاوية المركزية على جوج، أو الزاوية المركزية كتساوي جوج في الزاوية المحيطية. إذا لدينا AOB زاوية مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية ANB ولا AMB بحال بحال. إذن AOB يساوي جوج في AMB. إذن تطبيق إعدادي، جوج مضروبة في 64، إذن هي 128 درجة. إذن آخر زاوية بقت لنا هي قياس الزاوية ACB. إذن حسب الشكل الهندسي الزاوية ACB عندنا الرباعي AMBC، رباعي ينتمي الى الدائره. اذا ملي كيكون عندنا واحد الرباعي كينتمي للدائره، فكل زاويتان متقايستان او لكل زاويتان متقابلتان المجموع القياس ديالهم كيساوي 180 درجه. اذا لدينا ا و ب و س و M إذن نقط تنتمي إلى نفس الدائرة. إذن و A C B، إذا كناخدو زاويتان متقابلتين في الرباعي ACB، ACBM و ACB و AMB زاويتان متقابلتان في الرباعي
A, B, نخصني نحترم الترتيب، أو لا A, C, B, M. إذن A, C, B, M. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن الزاوية المتقابلة المجموع القياس ديالهم كيساوي 180 درجة. إذن A, M, B زائد A, C, B تساوي 180 درجة. حنا كنقلبوا على A, C, B. إذن A, M, B غادي نديها للطرف الثاني، غترجع 180 ناقص A, M, B. A, M, B حسب المعطيات كتساوي لنا 164. إذن 180 64، 10 ناقص 4 كتعطينا 6، 8 كتعطينا 1، إذن هي 116 درجة.